ليالي الحلمية تتر، هذا اللي بيحكي عنه بصوت الأستاذ محمد الحلو. منين نجيب الشجن؟ اسمعوا هذا اللحن الجميل والأداء الرائع بهذا الصوت اللي ما بعرف أنا يعني شو بدي أوصفه. إذا بدي أقولكم يعني محمد الحلو غنى لعبد الوهاب سحرني، غنى لعبد الحليم سحرني، ولم يقلد، غنى بصوته فعلا صوت فنان مقتدر معلم جميل من نشوة الماضي الرائع، وهو فنان قديم. طبعا تتر ليالي الحلمية اللي غناه الأستاذ محمد الحلو هو كلام السيد حجاب، معروف في مصر شاعر رائع وجميل، ألحان ميشيل المصري. في ناس بتفكروا لعمار الشريعي وهذا خطأ. أيضا الأستاذ محمد الحلو تألق أيضا بمسلسل زيزينيا اللي هو الكلام للأستاذ أحمد فؤاد نجم اللي قال وعمار يا اسكندرية، واللحن هون لعمار الشريعي. أيضا تألق جدا محمد الحلو في هذا الأداء الجميل. طبعا محمد الحلو له كتير تتر، يعني ما له كتير مسلسلات مشبل، له كتير ما بينعدوا، ما بعرف كأنه صار اختصاصه أو حبيته الناس، صار أنه لما محمد الحلو بيعمل هذا تتر المسلسل بده ينجح المسلسل. سبحان الله كل واحد صار بقى له لون أو له هدف أو لكن محمد مغنى كتير كتير، وفنان جميل وصوت رائع وأخلاق عالية.